وبعدها صابني الحادث، صابني حادث وانا رايح اقدم على وظيفه، قلت له حصل وظيفه احسن من هالمشقه ذي وعمال والصيح وكذا، اسم راتب احسن لك. صار الحادث يطول العمر، وجلست 6 شهور. بعد 6 شهور خلاص اتجهت له مثل ما قلت لك، اللي هو حصلت قزاز عندي في وسط البيت، وقلت حق العيال جيبوها وجابوها لي، ودخل داخلها جريده، وبعدها طول عمر دخلت الفلين، وبعدها البلاكاش، شفت الشغله يعني مجسمه داخل ذي، طلع حتى القزيز اللي قمت يعني القزازه هذه. ومشت الامور الحمد لله رب العالمين. بعد ان الله ما اخذ بيدي وقمت من محلي، قعدت اشتغل بالاخشاب طبعا، وطلع العمل الحمد لله كل عمل يغطي على من الثاني لين اتقنت الشغله مضبوط. بعد جات مشاركات الحمد لله رب العالمين.